اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شيل الله يا عيد روسي شيل الله محي نفوسي شيل الله شمس سموسي المداد يا عيد روسي شيل الله يا عيد روسي شيل الله مهي نفوسي شيل الله شمس سموسي المداد يا عيد روسي شيل الله يا آل طه من سمع عزا وجاها وبه الحسن تناها دونه ضوع سموسي شيل الله يا عيد روسي شيل الله مهي نفوسي شيل الله شمس سموسي المداد يا عيد روسي أنتم أهل المزايا سدتم كل البرايا بشرفة وسجايا وبأسرار النفوس شيل الله يا عيد روس شيل الله مهي نفوس شيل الله شمس سموس المداد روسي فيكم من كل مجد ما اعتلى عن حصر عادين حبكم صولي وقصدي وبه ينزح بوسي شيل الله يا عيد روسي شيل الله محي نفوسي شيل الله شمس سموسي المداد يا عيد روسي منكم الكتب المقدم سيد البحر الغطام طام وابنه علو المعظم والعلي حكي العكوس شيل الله يا عيد روسي محي نفوسي شيل الله شمس سموسي المداد عيد روسي والفتى مولى دويلة ذو المكارم والفضيلة وابنه شيخ القبيلة غوث أرباب الدروس شيل الله يا عيد روس شيل الله محي نفوس شيل الله شمس سموس المداد دروس سيدي سغف ذخري وابنه سكران فخري وانقلب عسري بيسري بأخي المجد النفيس شيل الله يا
دروسي شيء لله محيي نفوسي شيء لله شمس شموسي المداد دروسي قطب أقطاب الكمال عيدروس أهل المعالي وابنه حاوي الجمال فخرنا شهم رئيس شيء لله يا عيدروس شيء لله محيي نفوسي شيء لله شمس شموسي المداد عيدروسي وابنه دو صدق صادق مشهر أرباب الحقائق ذو المعارف والحقائق شيخنا شمس شموسي شيء لله عيدروسي شيء لله محيي نفوسي شيء لله شمس شموسي المداد يا عيدروسي وعلى سامي المزايا صلي يا رب البرايا من كشف زمر الخبايا أو شجا شوك عيسي شيء لله يا عيدروسي شيء لله محيي نفوسي شيء لله شمس شموسي المداد عيدروسي وعلى أهل المناكب آل زهر للكواكب وصحاب أهل المواهب ضرة جانوروسي شيء لله يا عيدروسي شيء لله محيي نفوسي شيء لله شمس شموسي المداد يا عيدروسي. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالنية الظاهر والباطن والنفس والأهل والأولاد والمال والدين والدنيا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن
الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، أستغفر الله. Thank you.
أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبيين اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدي اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واكفني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا عائشة رضي الله عنها وسيداتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله البتول وسيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسيدنا الإمام حسن وسيدنا الإمام حسين سبب أحلى الجنة وأخت زينب ثم إلى روح أصحاب الرسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذرياتهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا جعفر الطيات بن أبي طالب وسيدنا عقيل بن أبي طالب وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذرياتهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقه المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذرياتهم أجمعين ثم إلى روح الإمام علي الغيور وسيدنا الإمام علي بن علي الغيور وسيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد الصغب علوي ثم إلى أرواح أولادهم الحبيب الإمام القدوب أبي بكر سكران وسيدنا الحبيب الإمام صاحب الدركة عمر المخضر بن عبد الرحمن الصغب وسيدنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الصغب وإخوانهم وأولادهم وذرياتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب الإمام علي بن أبي بكر سكران ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس سموس محي النفوس شمس سموس محي النفوس العارف بالله الحبيب الإمام الكتب سيدنا عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفهاتهم وكرماتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة
وأمهاتها إلى روح أرواح أولادهم الحبيب الإمام القطب العدني أبي بكر بن عبد الله العدروس الأكبر وإخوانهم الأطباء الأولياء والحبيب علوي بن عبد الله العدروس والحبيب شيخ بن عبد الله العدروس والحبيب حسين بن عبد الله العدروس الأكبر وجميع الأرواح بسلسلة العدروسية وساداتنا آل بني علوي ومحبهم أينما كانوا أهلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والمجاهدون في سبيل الله أينما كانوا أهلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وما شيخنا في الدين وجميع الأرواح الصالحين والصالحات أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا أبا الزهراء البتول سيدنا طه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آلهم أجمعين شاء لله بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سيدنا الفخر الوجود الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي الإمام عجل بن سالم إخوانهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شعيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى تريث ثم إلى أرواح الشيخ يوسف بن عابد الحسني المغربي وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذريتهم أجمعين ثم إلى أرواح كتب الأنفاس صاحب الراتب العطاس سيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذريتهم أجمعين ثم إلى أرواح صاحب الراتب الحداد كتب الإرشاد وغزل العباد والبلاد حجة الإسلام سيدنا الإمام كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذريتهم أجمعين وجميع أرواح تلاميذهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سيدنا الإمام عبد الرحمن بن مصطفى العدروس مولى مصر ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب زين العابدين بن أحمد العدروس وسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي العدروس مولى ثبي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهار والحبيب أحمد بن محمد الخضار والحبيب عمار بن عبد الرحمن البار وأولادهم وذريتهم ثم إلى أرواح أهل البقيع والمعلى وأهل الزنبال والفريد وجميع الأرواح آبائنا وأجدادنا وأصلافنا يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها أن الله ينفعنا يا كريم من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح شهداء الإسلام الفاتحة إلى أرواح شهداء المسلمين الإندونيسيا وخصوصا إلى روح الإمام الداعي إلى الله والرسول سنن مولانا شيخ كورة كراوان وسنن مولانا مالك إبراهيم قرسك وسنن أمبل أحمد رحمة الله وسنن قنون جاتي وسنن
Gunung Jati wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Ja'far Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Sumaila Ruahi Sunan Maulana Sultan Hasanuddin Bantan wa Ibnihi Maulana Yusuf Kasunyatan wa Ila Ruh Maulana Syarif Husin Ba'bud Al-Bandani wa Usulihim wa Furuhim wa Sumaila Ruahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak Sumaila Ruahi Sunan Pamijahan Asyikh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Imam Bonjol wa Imam Diponegoro wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Jamil Arwahi Sunan wa Syuhada wa Salihin bi anna Allah Karim yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين الفاتحة إلى روح صاحب الولاية والمقام الحبيب الإمام القدوب سيدنا حسين بن أبي بكر العدروس مولى الورباطان وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذريتهم أجمعين ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن عمر القدسي والحبيب علي بن عبد الرحمن علي بعلوي والحبيب عبد الرحمن بن علوي الشاطري والحبيب حسان بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن محسن الأطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن طاهر الحداد وأولادهم وذريتهم أجمعين ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب الأطاس وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب شيخ بن أحمد بافقي وأخيه الحبيب محمد بافقي والحبيب علي بن صافي الصغاب والحبيب عبد القادر بن أحمد بن قطبان الصغاب والحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المحضار وأصولهم وفروعهم وأولادهم وذريتهم أجمعين ثم إلى أرواح الحبيب علوي بن محمد بن هاشم الصغاب والحبيب الكتب أبي بكر بن محمد الصغاب والحبيب جعفر بن شيخان الصغاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب أبي بكر بن عمر بن يحيى والحبيب مصطفى بن زين العابدين العيدروس وأخي الحبيب حسين العيدروس والحبيب عبد القادر بن علوي الصغاب ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن حسين العدروس حبيب نيون وإخوانه الحبيب محمد مسور وعبد الله بن حسين العدروس ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن علوي الحدد كنتون والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وابن الحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب علي بن حسين الأطاس والحبيب محسن بن محمد الأطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان ثم إلى أرواح الحبيب زين بن عبد الله الصلابي العدروس والحبيب أبي بكر بن سالم العدروس والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد الله بن محمد العدروس وأصولهم وفروعهم أولادهم وذريتهم أجمعين ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عدروس بن سالم الجفري والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بافقي وأولاده ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن غالب الحامد والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب حامد بن محمد السري والحبيب عماد بن إسماعيل بن يحيى والحبيب سالم بن طه الحداد والحبيب حسين بن عبد الله الحداد والحبيب عباس بن أبي بكر العدروس والحبيب هادي بن عبد الله الحدار والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن الأطاس والحبيب عماد بن محمد بن هود الأطاس والحبيب عبد الله بن حسين الشامي الأطاس والحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاب بوكيت دوري والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب والحبيب علي بن جعفر العدروس والحبيب محمد بن علوي المالكي.
Wasumma ila ruh sahibil wilayah kubu al-habib al-imam al-kutub Idrus bin Abdurrahman al-Idrus wa usulihim afruhim. Wasumma ila ruh sahibil wilayah Pontianak al-habib al-imam al-kutub Abdurrahman bin Husain al-Gadri wa usulihim afruhim mauladihim wa duryatihim ajma'in. Thumma ila ruh sahibil wilayah ketapang Pontianak al-habib Abu Bakar bin Muhammad al-Idrus wal-habib Husain bin Hasan bin Shihab wal-habib Husain bin Muhammad al-Haddad أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وكرماتهم في الدين والدنيا والآخرة ومشيخنا في الدين وجميع الأرواح الأولياء والصالحين في هذه البلدة الخاصة وبلدان المسلمين عامة أن الله ينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة الأعيننا أبا الزهراء البتول سيدنا طه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين شيء لله بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أخطأنا أو خذب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا. إن أمر أعيانا أو دهر عنانا لنرجو ملجاة إلا من مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. في رجواك مولانا أسهرنا الأجفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي ترجانا. إلهي واحمي حيمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل وجل مرعانا ولا تخيب مسعانا. مولانا يا مولانا يا
سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تنصع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل حاجتنا الله الله مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله